حتى قال صلى الله عليه وسلم: إذا ذكرتم الطيرة فامضوا وعلى الله توكلوا وقولوا: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. سيدنا النبي علمك تقول كده، سيدنا النبي علمك إنك أنت أول ما تفتكر أي حاجة فيها تشاؤم، أي حاجة فيها توقع الأسوأ، تقول: رب ما بيجيبش الحسنات إلا الله، ولا يدفع السيئات إلا الله. بتسكت الصوت السلبي اللي جواك عشان يبدأ الإنسان الشيطان ما يجيش، لأن الشيطان لو جه الشيطان السلبي الشيطان يعدكم الفقر